حلت بذمة سامي الفهري نهار ثاني عيد. أنا بعد الجلسة هذه، بعد جلسة 28، قررت التخلي عن نيابة سامي الفهري، لأني تأكدت أنه مصير سامي الفهري ماهوش ستحدده المحاكم، وماهوش باش يتحدد في جلسة وفي مقابلة ونقاش قانوني بين لسان الدفاع وبين السادة القضاة المحترمين. مصير سامي الفهري قاعد يتحدد في كواليس الوزارات وفي الصالونات. إذا كان رئيسة جمعية السجناء السياسيين تطلب مقابلتك، فقد شهد شاهد من أهلها، هي تعتبرك سجين سياسي. أنا نتسائل زوجة السيد وزير العدل شنية علاقتها بسامي الفهري؟ علاش تطلب مقابلته؟ علاش تقضي معاه ساعة ونص؟ هي من المفروض مشيت للسجن باش تطلع على وضعية المضربين عن الطعام. تتفرجوا اليوم على برنامج فصل المقال مع 7 متاع العشية على قناة التونسية.